هذول سواقين لواري محملين تفاح من لبنان وجايبينه ميناء جدة، وقبل لا يوصلوا ميناء جدة جنبوا كل واحد يمدح في الموتر حقه. قال واحد منهم بذور عندي كم الترسي، ما هو كما صنعة النجار، حديد في لفته يرسي واللي على طارته جبار. قال الثاني منظر طبيعي في وسط المور، والصيخ متكي على الطار، الصيخ هذا واحد من أهل الطائف سواق لواري، والصيخ متكي على الطارة يرمي نمر كنها بالجول ما تقول كنه في طيارة. قال الثالث ما قال الثالث المرسلس وارد الألمام، في مصنعه ناس جبارة، في مشيته تسمع الشكمان، في لفته وجود الطارة. باقي الرابع ما قدر يجيب بكسرة، قالوا له يا جل انت تمشي قدامنا واحنا وراك باسطبات دبي. لما مشي قدامهم صار قدامه راعي قال لا مو راضي يوخر عنه، دق على الطبلون قال وخر عن الخط يا قلاب، خلي اللواري يعدني، ان كان حملك حصى وتراب تفاح لبنان جابني، وعز الله جاب الكسره وسلامتكم.